بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحباب الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. دوما سعداء بهذا اللقاء المتجدد في هذه الأيام المباركة المعظمة عند الله تعالى، هذه العشر الأواخر من رمضان. كل يوم لقاء متجدد، نتناول قضية من القضايا أو درسا من الدروس يخص هذا الشهر الفضيل. حديثنا الليلة أيها الأحبة الكرام حول نزول القرآن الكريم. نتساءل، كيف نزل القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم؟ وما الحكمة من هذه الكيفية ومن هذا النزول؟ ربنا سبحانه وتعالى في كتابه العزيز قال: الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله، ربنا يحمد نفسه ويثني عليه جل علاه أنه نزل، يعني أن القرآن الكريم وقع فيه التنزيل، نزل القرآن. ولم سمه الفرقان. ما هو الفرقان؟ الذي يفرق بين الحق والباطل. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده. سيدنا محمد ليس ملك، وهو بشر، هو عبد من البشر، ولكنه عبد لله، صاحب قلب طاهر مطهر. لأن الله سبحانه وتعالى حينما أراد أن ينزل القرآن الكريم على عباده نظر إلى قلوب العباد أجمعين، فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب قلوب الأنبياء والمرسلين فاصطفاهم إليه وهم بالآلاف. ثم نظر في قلوب الأنبياء والمرسلين فوجد بأن أصفى وأنقى القلوب هو قلوب أولو العزم من الرسل، وهم خمسة، هم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. ثم نظر إلى قلوب أولي العزم من الرسل فوجد بأن أنقى وأطهر قلب على الإطلاق هو قلب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فاصطفاه إليه واستودعه سره. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني هذا الخطاب القرآني هو ليس لقريش ولا للعرب ولا لأمة في فترة زمنية مؤقتة، وإنما هو خطاب عام وشامل وخالد، وهو للعالمين أجمعين. إذا أردنا أن نعرف كيف نزل القرآن الكريم، هو نزل على مراحل ثلاث. أول نزول للقرآن الكريم اللي هو كلام الله. القرآن الكريم كلام الله، ولك أن تتصور ما معنى كلام الله. يعني نحن بشر كلامنا يؤخذ على محمل الجد. إذا كان يتكلم رئيس أو مسؤول كبير أو سلطان، الناس يأخذون كلامه على محمل الجد. أما القرآن فهو كلام الله رب العالمين، والكلام الخالد الشامل للبشرية جمعاء. أول نزول للقرآن الكريم في الحقيقة نزل إلى اللوح المحفوظ. أول نزول سينزل في اللوح المحفوظ. ما هو اللوح المحفوظ؟ هو صفحة قرآنية عند الله في السماء لا يعلم عظمتها ولا قدسيتها سوى الله تعالى ومن حوله من الملائكة المكرمين. اللوح المحفوظ ربنا عز وجل سيجمع فيه كل ما كان وكل ما هو كائن من أقدار المخلوقات، وكتب فيه القرآن، بل هو قرآن كريم في لوح محفوظ ولا يمسه إلى المطهرون. قالوا هنا الملائكة هم أطهار، هذا المقصود باللوح المحفوظ. ثم سيقع التنزيل للقرآن منذ أن خلق الله البشرية. بقي القرآن الكريم محفوظ، الله تعالى أنزل الكتب السماوية الأخرى
أنزل التلمود وأنزل التوراة وأنزل الإنجيل وأنزل صحف إبراهيم وأنزل زابور داود، ولكن بقي القرآن الكريم محفوظا في اللوح المحفوظ، هو أولهم. القرآن الكريم أول الكتب، وثم ربنا أنزله آخرهم ليكون الخالد المهيمن على الجميع. سيكون ثاني تنزيل للقرآن الكريم أو ثاني تفعيل لكلام الله تعالى سيكون في عهد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في مثل هذه الليالي من رمضان. نحن أيها الأحباب الكرام، لماذا نصوم رمضان؟ هذا سؤال ربما قد يتبادر إلى أذهاننا. لماذا نصوم رمضان؟ نصومه احتفاء بنزول القرآن الكريم على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. سيكون هذا الأمر في رمضان في مثل هذه الأيام وفي العشر الأواخر منه، وخصوصا في الليلة المباركة المسماة بليلة القدر، هكذا سينزل القرآن الكريم على قلب النبي الأمين. في هذه الفترة كانت تسمى بالمرحلة الجاهلية، كان المجتمع البشري مر بمراحل وأطوار كثيرة في الفكر وفي التوجيه وفلسفات وتيارات وتوجهات مختلفات. الناس اعتمدوا على أنفسهم، تركهم ربنا عز وجل يعتمدون على أنفسهم، ما يسمى بالتفكير الحر. فكر أنت حر، لكن إلى مدى انتهى إليه هذا التفكير الحر؟ عن طريق العقل أو عن طريق النفس؟ الناس سيتوجهون أشكالا وألوانا، ستظهر على العموم ما يسمى بالمرحلة الجاهلية. هناك من كان يعتقد بأنه مخلوق من طرف الآلهة، إما كواكب وإما نجوم وإما أوتان، وصار عند العرب عندهم آلهة كثيرة، إساف ونائلة وهبل واللات والعزة ومنات وغيرها. العرب كانوا يعبدون الأصنام والأوتان، ومن حولهم من الفرس، الفرس الآن ما يسمى الآن بروسيا والدول الشرقية عموما، هذه ماذا كانت تعبد؟ إلى أين أوصلها التفكير العقلي؟ أوصلها إلى عبادة النار، كانوا يعبدون المجوسية عبادة النار، يعتقدون بأنها مقدسة. ونار المجوس ظلت موقدة ألف سنة وهي موقدة لم تنطفئ إلا مع ميلاد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، خمدت من تلقاء نفسها. أما البلاد الغربية، الروم ما يسمى الآن بأوروبا وأمريكا وما حولها، هذه البلاد الغربية ما كان عبادتها؟ كانوا يعبدون النجوم ويعبدون الكواكب ويعبدون الأفكار غريبة متعددة، وبقي عندهم بقايا المسيحية مثلا، حلول اللاهوت في الناسوت، وظهرت أفكار وتوجهات مختلفات. في الوسط العربي أيضا لاحظنا بأن هناك ديانة الصابئة اللي كانت في العراق، التي كان سيدنا إبراهيم في زمانها يعبدون الكواكب، لما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل ثم رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر. الناس يعبدون، الناس يبحثون، وهذا التفكير في العبودية له انعكاس على الواقع الاجتماعي وعلى السلوك. فالواقع الاجتماعي كان فيه الفساد، وكان فيه الظلم، وكان فيه الإقصاء، وكانت فيه الطبقية والسلوك. كان الناس ما عندهم وازع ديني، يعني كل شيء مباح، شرب الخمر وإتيان النساء وإتيان الفواحش. بل هناك بعض المستنيرين كان عندهم عقيدة اللي هي التفكير الحر، أوصلتهم إلى النزعة اللا أدرية، لست أدري، يعني أنا موجود هنا ولست أدري، لا تسألني كيف جئت. هذا التفكير بدأ مع اليونان، في الفكر اليوناني مع أرسطو ومع كبار الفلاسفة، ثم انتهى إلى المستنيرين والمثقفين في البلاد العربية وغيرهم. ماذا يعبدون؟ يقول لك لست أدري، وجدت طريقا أمامي فمشيت، لست أدري، النزعة اللا أدرية. وأخطر منهم فئة ظلوا يعتقدون بأنه ليس هناك إله، الحياة مادة والدين أفيون الشعوب.
وقالوا لا إله. هؤلاء الملحدون، هؤلاء قال عنهم الله عز وجل وقالوا وما يهلكنا إلا الدهر، قالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا، نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. فسموا الدهريين، يقولوا بعد الموت ليس هناك لا حياة ولا بعث ولا نشور، وصار ليس هناك دين وليس هناك تصور. المجتمع صار كالغاب، صار القوي يأكل الضعيف، وصارت الطبقية في المجتمع، وصار الناس يهينون المرأة ويهينون البنات، وصاروا يبيعون الذكور، والناس في ضلال. أرقاهم من قال نحن الإنسان ألقي به فوق الأرض، من هنا نبدأ هذا التفكير العلمي اللي كان أيام زمان حتى اليومنا هذا في التفكير الديمقراطي أو العلماني. يقول لك لا تسألني من أين جاء الإنسان ولا كيف جاء الإنسان، هذه أسئلة فلسفية ميتافيزيقية. قل لي الآن ألقي بالإنسان، الإنسان ألقي به فوق الكوكب الأرضي، من هنا نبدأ. نبدأ هنا، نبدأ ننظم الحياة، نشرع لأنفسنا، ننظم جماعتنا ونقيم حياتنا. التفكير كان قديم، كان قديم مع اليونان في القرون السابقة، 5000 سنة قبل الميلاد. واليوم في أوروبا وفي أمريكا وفي العالم الحر يسمى التفكير الحر، ويسمى التفكير الديمقراطي العلماني الذي يقصي الدين. إلى مدى وصلوا؟ وصلوا إلى أن نقول الإنسان ألقي به، من هنا نبدأ. وهذا التفكير أوصلنا إلى أن المثلية اللي هو الشذوذ الجنسي أمر مباح، وأن العلاقات الرضائية مباحة، وأن الربا الذي يخرب مجتمعات الاقتصاد للمجتمعات مباح، لأن ليس هناك مرجعية. هكذا كان المجتمع الأول قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، والناس يبحثون عن مرجعية، عن كتاب عظيم. هذا الكتاب لمن ينسب؟ هل لهذا المفكر أو ذاك المعلم أو ذاك المستنير أو ذاك صاحب العقل المشرق؟ لمن؟ إنه كتاب الله، الله جل علاه خالق الكون، خالق الوجود، خالق السماوات والأراضين. الله جل جلاله كتابه هو الذي سيعطينا الجواب، الذي سوف يغنينا عن كل سؤال. الناس كانوا يترقبون، وأولهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. كان رجل أمي يرعى الغنم، وكان لا يقرأ ولا يكتب. ربنا سبحانه وتعالى أراده هكذا، أن لا يقرأ ولا يكتب، يبقى صفحة بيضاء، لا يتعلم علوم عصره لأنها مبنية على الخرافة والأساطير، بقي على الفطرة السليمة. كان يصعد إلى أعالي الجبال، وكان يتحنت الليالي ذوات العدد، يصعد إلى غار حراء وينظر في الوجود ويتساءل، يقول من خلق هذا الوجود؟ يقول من أبدع هذا الكون؟ من جعل هذه الكواكب تسير بحسبان؟ هذه الكواكب هل هي الطبيعة؟ الطبيعة ماء صمياء بكماء؟ لا يمكن. فكان يتساءل ويبحث، والناس قالوا محمد عشق ربه. كان سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم قبل أن يكرمه الله بالوحي في الفترة الجاهلية يقال محمد عشق ربه من كثرة التأمل والتدبر. لهذا سوف نجد في القرآن العظيم دعوات كثيرة للتأمل والتدبر، ومن بينها تلك الآية العظيمة المباركة، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. آيات كثيرة ستنزل على قلب النبي الكريم تدعو للتفكر والتدبر بأنها فريضة إسلامية وعبادة راقية يحبها المولى عز وجل، من خلالها نتعرف عن حقيقة الخالق سبحانه جل علاه. في هذه الفترة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث ويطرح التساؤلات ولم يجد جوابا، لم يجد جوابا عن عند أصحاب المعرفة في زمانه. وفي مثل هذا الشهر الفضيل، شهر رمضان الأكرم، سوف يقع الاتصال ما بين السماء والأرض. سوف ربنا سبحانه وتعالى جل علاه يكرم نبيه بالوحي. لما كان في غار حراء في رمضان جاءه جبريل عليه السلام،
فقال له يا محمد اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال يا محمد اقرأ. قلت ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني، فقال اقرأ 3 مرات يكررها. هنالك سيدنا النبي دايما يقول ماذا أقرأ، فنزل قوله تعالى من سورة العلق بسم الله الرحمن الرحيم اقرأ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. أول ما نزل الله على قلب نبيه المصطفى وأراده أن يكون عمدة هذه الأمة لغاية الخيرية هي الدعوة بالقراءة، أن نقرأ أن نقرأ. بعدها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم هادشي وقع في رمضان، في العشر الأواخر من رمضان، ولهذا قال ربنا عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. نحن نصوم رمضان، نقوم لياليه ونصوم نهاره ونحتفي به لهذا الحدث، لنزول القرآن، وخصوصا نزل في العشر الأواخر منه مثل هذه الأيام، وبالضبط في الليلة المباركة ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه الليلة الطيبة المباركة اللي احنا نحتفي بها وننتظرها ونترقبها ونريد أن نحييها لفضلها وشرفها، خير من 1000 شهر. في هذه الليلة المباركة تسمى ليلة القدر أنزل القرآن على قلب نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم. وحينما نزل عليه لم يعرف ما هذا الذي يقع، من هذا المخلوق الغريب وما هذا الكلام. هذا الكلام لما سمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل إلى لحمه ودخل إلى جلده واختلط بعظمه، كلام سمعه أول مرة وصار في دماغه وأعصابه دون أن يحفظه، صار يجري على لسانه سبحان الله. فقال له الملك يا محمد أنت رسول الله وأنا الملك جبريل، أنا ملك الوحي وأنت رسول الله إلى البشر أجمعين. سيدنا النبي لم يستوعب هذا الأمر الغريب الثقيل، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، ثقيل هذا القرآن. فرجع يرتجف إلى بيته ودخل إلى زوجه أمنا خديجة بنت خويلد رضي الله عنها وقال لها دثروني دثروني، يشعر بالبرد القارس، دثروني دثروني. ما إن نام قليلا حتى جاءه مرة ثانية الملك وقال له بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المدثر قم 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 فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرز فهجر ولا تمن تستكثر ولربك فاصبر. يا محمد نحن أنزلنا عليك القرآن ليس لتتغشى تحت الثوب وتتمدد على سريرك وتبقى بجانب زوجتك، ليس لهذا أنزلنا عليك القرآن، أنزلناه عليك للقيام، عليك أن تقوم بالدعوة بالتبليغ، قم فكبر، قم كبر لله وبلغ الدعوة إلى الله تعالى يا محمد، ليس هكذا. وذكر العلماء أن رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أن نزل عليه كلمة قم فأنذر ظل قائما، ظل قائما لمدة 23 سنة حتى توفاه الله تعالى. لم ينعم سيدنا النبي براحة في النهار، لم ينعم، بل إنه بعد فترة أراد أن يقوم النهار ولكن ينام الليل، الليل هو وقت الراحة ووقت الدعاء. فلما أراد أن ينام الليل جاءه الملك مرة ثانية وقال له بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن الترتيلا إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. يا محمد النوم لا يليق بك، أنت نبي أنت رسول، والنوم بالليل لا يليق بالأنبياء والمرسلين، عليك أن تقوم الليل. ماذا أصنع يا ربي في الليل؟ الناس نيام، التبليغ أنا أبلغ بالنهار في الأسواق وفي التجمعات العامة، ألتقي بالناس وأبلغهم الدعوة، ولكن بالليل الناس نيام، ماذا أصنع؟ في الليل يا محمد تلتقي برب العالمين، تقف بين يديه
إنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. عباد الرحمن أنهم يقيمون العلاقة الودية مع ربهم بالليل. من أراد أن يقيم علاقة ودية مع الله جل علا عليه الليل. الناس نيام، وقت الغفلة، الابتهال، أن تذكر الله تعالى قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ويستغفرون بالأسحار. فكان النبي صلى الله عليه وسلم لم ينعم طيلة عمره بنوم عميق شامل، كان أحيانا يقيم الليل حتى تتفطر قدمه. وهكذا صار صحابته من بعده، صاروا يقومون الليل. كان منهم من يأتي بعصا يتوكأ عليها ليظل واقفا، قيام الليل. ثم هكذا صار القرآن الكريم ينزل على قلب النبي الأمين صلى الله عليه وسلم. فالقرآن الكريم أول ما نزل في هذه الدنيا أنزله الله سبحانه وتعالى، أنزله دفعة واحدة في ليلة القدر. جاء كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، ومرة كان يأتيه الملك على صورته جبريل عليه السلام، ملك نوراني عنده 700 جناح، كل جناح يمثل سلطة، لأن الملائكة هم أولي أجنحة مثنى وثلاثة ورباع، يزيد الله في الخلق ما يشاء. لكن جبريل ما عنده مثنى ولا ثلاثة ولا ربع، عنده 700 جناح، وكل جناح يمثل سلطة. لو أردنا أن نقول بلغة العصر ولله المثل الأعلى، يعني جبريل هو الجنرال ديال الملائكة، اللي عنده واحد مجموعة ديال النياشين تدل على سلطته الرفيعة والمقام ديال العظيم عند الله تعالى. مرة كان يراه على صورته، وأحيانا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسمع صوته يأتي كأزيز النحل، يأتي لما يقترب منه جبريل يسمع صوت النحل هكذا يسمعه النبي الكريم والصحابة ينتبهون إليه. أحيانا كان يأتيه ويسمع صلصلة الجرس، الجرس تران 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 تران، يعني يعتقد بأنه ها قد أوشك جبريل إنه يأتي إليه. وكان الصحابة رضي الله عنهم مرة يجلسون مع رسول الله فيسمعون هذه الأصوات ويرونه يتغير، يكون جالس، إذا وقع هناك مثلا نقاش أو تساؤل أو ولم يدري ما حكم الله يأتيه جبريل ليعلمه، فيسمعون إما ذوي النحل أو صلصلة الجرس، والوحي يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجيبه. هو القرآن الكريم في الأول نزل كله نزل إلى السماء الدنيا، ثم صار ينزل مفرقا حسب الوقائع والأحداث. أحيانا كان يأتيه الوحي في صورة سيدنا جبريل، كان يأخذ صورة صحابي دحية الكلبي، صحابي جليل معروف بسمته الجميل وتواضعه، دحية الكلبي هذا الصحابي كان يأتي سيدنا جبريل على صورته. الناس يظنونه دحية الكلبي في الأسواق وفي المسجد وفي التجمعات، هو ليس دحية الكلبي، إنه جبريل يتمثل في صورته. وأحيانا كان يأتيه في صور أخرى، كما تعلمون حديث جبريل قدم علينا رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر، فقال يا محمد ما الإسلام ما الإيمان ما الإحسان، وقال عمر رضي الله عنه عجبنا له يسأله ويجيبه، وقالوا من يكون يا رسول الله هذا الرجل الغريب الذي جاء من بعيد ولا يرى عليه أثر السفر، بثوبه أبيض نقي وشعره نقي أسود غير منتفش، من يكون؟ قال هذا جبريل آتاكم يعلمكم القرآن. جبريل ظل مع سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، ظل معه في الوحي طيلة 23 سنة، لم يفارقه، هو معلمه. سيدنا النبي لم يعلمه بشر، لم يعلمه أستاذ فيزياء أو كيمياء أو رياضيات، ولا أستاذ فلسفة، ولا أستاذ علم نفس أو علم اجتماع، ولا أستاذ أركيولوجيا أنتروبولوجيا، ولا أستاذ اقتصاد سياسي، ولا أستاذ إعلام، ولا أستاذ مسرح وفن ولغة وأدب، أبدا. سيدنا النبي علمه شديد القوة ذو مرة، جبريل هو معلمه، كان يلازمه مثل الظل، كان يعلمه كل شيء، وظل معه ولم يفارقه حتى
انتقل إلى الرفيق الأعلى في يوم بعد مرور 23 سنة، لما كان النبي الكريم يحتضر وجاءه ملك الموت وأراد أن يقبض روحه. قال يا محمد، قال السلام عليك يا ملك الموت. قال هل جئت زائرا أم جئت قابضا؟ قال جئتك مخيرا بين أن تمكت في الأرض وبين أن تلتحق بالرفيق الأعلى. فقال صلى الله عليه وسلم بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ففاضت روحه الطاهرة، وكان يحضر معه جبريل، وجبريل كان دوما يبتسم، إلا هذه المرة جبريل كان حزين. قال له يا جبريل لما تحزن؟ قال لي هذه آخر عهدي بالأرض، أنا كنت دوما آتي من السماء العليا إلى الأرض، وهذه اللحظة التي تفارق فيها الحياة هي آخر فترة اللقاء مع الأرض. وصعد جبريل عليه السلام ولم يعد منذ ذلك الوقت لا يأتي إلا كل ليلة قدر، يأتي جبريل في كبكبة من الملائكة كل سنة. يعني نحن الآن نترقب جبريل سوف يقدم عليه السلام في جماعة من الملائكة في ليلة القدر المباركة. فالنبي الكريم صلى الله عليه وسلم أنزل الله عليه القرآن هكذا في الأول إلى السماء الدنيا، كله نزل، كله القرآن 60 حزبا نزل إلى السماء الدنيا، ثم صار بعد ذلك ينزل مفرقا مقسما منجما، يسمى التنجيم، تنجيم القرآن أي تقسيمه، ينزل حسب الأحداث. تقريبا كان القرآن الكريم ينزل كل يوم خمس آيات خمس آيات، الصحابة كانوا ينتظرون كل يوم البيان الإلهي خمس آيات. ماذا قال ربنا هذا اليوم؟ الأنباء، سورة النبأ، الأنباء، أنباء، أنباء إلهية. هذه ليست أنباء أخبار لجريدة أو قناة أو هيئة إعلامية، هذا أنباء من الرحمن، سورة النبأ. فكل يوم خمس آيات، وكل يوم ربنا يحكي لنا قضية، مرة يحكي العقيدة، مرة يحكي عن البعث والنشور، مرة يحكي عن مصير الإنسان بعد الموت، مرة يحكي عن الأمم السابقة وعن تجارب كل نبي مع قومه، كل تجربة لا تشبه تجربة، وعن قضايا الفساد الذي كان يعم الأرض، وعن قضايا الصلاح الذي كان يقوم به الأنبياء والمرسلون، إن أريد إلى الإصلاح ما استطعت. وكان أحيانا يتحدث ربنا عن الماضي بعد قبل الخلق ومرة بعد الخلق. ثم في الفترة المدنية صار القرآن الكريم ينزل كثير للتشريع، كيف نعبد الله تعالى، الوضوء، كيف نتوضأ، كيف نصلي، كيف نصوم، كيف نخرج الزكاة، كيف نحج البيت، كيف نتعامل مع الأزواج، أحكام الولادة والرضاع والحيض، العلاقات الزوجية، النزاعات الزوجية، الحلول المرتقبة، كل شيء كان ينزل في الفترة المدنية، حتى بناء الدولة والعلاقات والأسس بين الحاكم والمحكومين، وحكم الأقليات والاستعانة بالمشركين، وفي حالة السلم ما نفعل، وحالة الحرب ما نفعل، وحالة الوفرة ماذا نفعل، حالة الأزمة ماذا نفعل. تشريعات فرعية، ما يسمى بالفقه، الفقه الخاص والفقه العام، وعين الفقه الأصغر والفقه الأكبر، كل هذا كان ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم خمس آيات خمس آيات. هنا المشركون العرب خصوصا منهم أصحاب الأفكار، لأن المشركين لم يكونوا هكذا جاهلين لا يقرؤون، كان عندهم أفكار، ولكن أفكار مثل ما يسمى الآن ببعض الفلاسفة اللي هما عندهم الروح النقد ولكن عندهم مرجعيات مظلمة، هو عنده روح النقد لكن مرجعيته مظلمة. فكان هؤلاء المشركون كانوا على بال، وقالوا يا محمد لماذا باقي الأنبياء السابقين قد أنزلت عليهم كتبهم السماوية دفعة واحدة، وأنت كل يوم تنزل عليك خمس آيات متفرقة، أين هي علامة النبوة؟ لأن كان المشركون العرب المثقفون المستنيرون كانوا يعقدون حوار مع أهل الكتاب، اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة وكذلك النصارى كانوا يعقدون معهم لقاءات، أنتم أهل كتاب، أخبرونا بحقيقة هذا الدين، أخبرونا بكذا وكذا، إن هذا الدين يتحدث عن نبيكم موسى، إن هذا الدين يتحدث عن نبيكم عيسى. فكان حوار بين المشركين العرب وبين النصارى واليهود، وكانوا دوما يحرصون على الحس النقدي، ينتقدون القرآن، كل مرة يقفون
في وجه النبي الكريم يقولنا يا محمد إنك مدعي، أخبرنا بكذا وكذا، نسألك عن كذا وكذا، أجبنا يا محمد. فمن الاستنكار قالوا لماذا لم ينزل عليك القرآن دفعة واحدة؟ وهذا ربنا عز وجل ذكره وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ربنا يستنكر قول المشركين ونقلها، ربنا ينقل أقوال المشركين، هذه الديمقراطية، ربنا ينقل حتى أقوال الخصوم. وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة، علاش بينزل القرآن دفعة واحدة؟ كما موسى ربنا ألقى إليه الألواح، ربنا عز وجل كلمه تكليما، لماذا أنت كل مرة يأتيك بخمس آيات؟ ربنا قال الجواب لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقالوا عن سيدنا النبي كلام كثير، قالوا هذا رجل مدعي، هذا رجل مدعي ويريد الزعامة السياسية، أو أنه رجل يريد السلطة والهيبة والمال. مرة قالوا إنه كاهن يتكهن ككهان القدماء، مرة يقول له إنه شاعر كلامه فصيح وبليغ، إنه ينهج منهج الأدباء والشعراء الفطاحل، مرة يقول لا إنه مجنون، إنه لا عقل له، إنه يقول كلاما غريبا، هذا جنون، خصوصا لما يأتيه الوحي وكان يتصفد الليالي ذوات العدد ويشعر بصلصة الجرس، قالوا هذا مجنون فيه مس، قالوا عنه كلام كثير. وكان هذا الكلام يؤثر في نفسية النبي، كان يؤثر في نفسيته، لأن النقد تصور أخطر أخطر بلاء يتعرض إليه العبد لما يكون شخصية عامة ويتعرض للنقد، شخص أي شخصية عامة، وزير أو مسؤول أو رئيس أو مدير عام أو شخص مشهور تعرض للنقد الشخصي، هذا عذاب أليم، لأن السمعة ديالو كتمس وكيشعر بواحد المرارة فظيعة. فما ظنك بالنبي الكريم صاحب الرسالة؟ قالوا فيه كل الكلام ديال السوء، كاهن شاعر مجنون مدعي صاحب السلطة. كان ربنا يقول له فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، يتأثر أسفا على هؤلاء. ثم كانوا يذيقونه أشد أنواع البلاء من غير النقد الفكري والاتهامات الباطلة، كان يتعرض للعنف، كان سيدنا النبي يتعرض لأصناف من العنف وبقي هكذا. فربنا عز وجل أراد من الحكمة لماذا ونزلناه تنزيلا، قال لنثبت به فؤادك، فكان الله تعالى مع سيدنا النبي طيلة المرحلة الدعوية، طيلة المرحلة ديال الدعوة، وسيدنا النبي كل يوم يعيش معاناة، جبريل يقف معه أستاذ يعطيه الدعم النفسي ويعطيه بحال الكوتش. سيدنا جبريل كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم معلم وكان أستاذ وكان بحال كدير الكوتشين باللغة العصرية، إذا جاز أن نقول هذا الكلام في حق النبوة، كان يدعمه، لا تخاف يا محمد، أقدم يا محمد، لا تحزن يا محمد، كن على بال يا محمد، تقدم يا محمد. فهكذا ظل يصبره. وربنا عز قال ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأودوا حتى أتاهم نصرنا. دائما يقول اصبروا وصابروا ورابطوا. كلما شعر النبي الكريم بالخوف أو بالضعف أو بالهزيمة يأتيه جبريل، يا محمد أنت الأقوى، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. أولو العزم أقوياء، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى أولو العزم، وسيدنا محمد هو في مقدمتهم. فكان القرآن الكريم ينزل منجما ليثبت قلب النبي الكريم. لو ألقى الله تعالى القرآن دفعة واحدة على سيدنا محمد لن يستفيد، وأمته أيضا وأتباعه سيشق عليهم كما فعل بنو إسرائيل لما بعث الله لسيدنا موسى التوراة دفعة واحدة ألقى إليه الألواح، بنو إسرائيل لم يفهموها، جاءتهم كثيرة دفعة واحدة، لا لم يفهموا لا العقيدة ولا الشريعة ولا الأخلاق، صعب جدا أن يستوعبوها، خصم جلسات وخصم أيام وليالي ديال الحفظ وعارفك. أما القرآن الكريم فكان ينزل كل يوم كأنك في مدرسة ابتدائية ثم إعدادية ثم ثانوية ثم جامعية، كل يوم خمس آيات كتفهمها. وأسباب النزول كان ابن مسعود رضي الله عنه لما سئل قال لهم كان القرآن الكريم ينزل خمسا خمسا
كنا لا نتجاوزها حتى نحفظ الخمس ونفهم معانيها ونعمل بأحكامها ثم نتجاوزها إلى الخمس التالية. اعتقلوا بعض العلماء اللي بغى يحفظ القرآن ويفهم التفسير دياله يعود عالم بالقرآن عليه أن يسلك هذا المنهج، يعني كل يوم خمس آيات تحفظها عن ظهر قلب ثم تنظر في كتب التفسير ما معنى تفسيرها ومعانيها ثم أنت تعمل بأحكامها، أنك تعتقد بأن هذه الآيات موجه إليك أنت، المخاطب الأول هو أنت أيها العبد الضعيف، ثم تتجاوز إلى خمس آيات. بعد مدة تصير القرآن يسير على قدميه، القرآن يختلط بلحمك وفكرك وبكل كيانك. أيضا لماذا ربنا عز وجل أنزل القرآن العظيم على سيدنا النبي مقسما مفرقا؟ هو لإثبات التحدي والإعجاز. طيلة مدة الدعوة الإسلامية اللي استمرت 23 سنة، 13 سنة في مكة المكرمة وعشر سنوات في المدينة المنورة، كان النبي الكريم يتعرض للاستفزاز ويتعرض للمساءلة. القرآن الكريم في كثير يسأل ويسألونك ماذا ينفقون، ويسألونك عن المحيض، ويسألونك عن الخمر والميسر، ويسألونك عن الأهلة، ويسألونك عن كثير أسئلة. فكان سيدنا النبي لابد أن يجيب. مرة كان الصحابة يسألونه من إيمانهم ويقينهم، مرة المشركون يسألونه من باب التحدي. مثلا أحدهم قال الساعة متى، ويسألونك عن الساعة أيان مرساها، فيما أنت من ذكراها، إلى ربك منتهاها، إنما أنت منذر من يخشاها، كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. الساعة متى؟ سيدنا النبي كان يتعرض إلى الكثير من الأسئلة، فكان من الأفضل والأليق أن القرآن ينزل منجما، كلما سألوا سؤال يأتي الجواب، كلما يطرح قضية يأتي الجواب. ولهذا قال الله تعالى ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. كلما جاءوا بمثل ربنا يعطيهم الجواب، وأما الباطل فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. دائما الصراع الفكري، الحوار الفكري، الإسلام يتبنى دائما الحوار. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. ثم كذلك هناك حكمة بالغة لماذا القرآن الكريم نزل مقسما عبر هذه السنوات الطويلة اللي هي 23 سنة، لتيسير حفظه على الأمة الإسلامية وفهمه. فالأمة الإسلامية كما تعلمون أيها الأحباب الكرام، الكل يعلم لماذا ربنا اختار الأمة الإسلامية، العرب باش يحملوا الدين، لأنهم كانوا أمة أمية لا يقرؤون ولا يكتبون، فكان عندهم فراغ. أما الأمم السابقة عندهم قراءات بحال واحد الورقة سودتها، صعب أن تستعملها، ورقة بيضاء ممكن أن تستعملها. فالعرب فعلا هم أمة أمية لا يعرفون القراءة والكتابة إلا القليل، ولكن معروفين العرب بالذاكرة الحافظة. العرب هم أكثر الأجناس البشرية بالذاكرة الحافظة، عندهم سجل من الذاكرة الحافظة القوية. وربنا عز وجل أنزل عليهم القرآن هكذا. ربنا قال هو الذي بعث في الأميين، بعث في الأميين يعني أمة أمية لا تقرأ ولا تكتب، هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. العرب كانوا في ضلال مبين من قبل، لكن ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم صار ربنا عز وجل يعلمهم الكتاب والحكمة. قالوا الكتاب هو القرآن الكريم، والحكمة هي السنة النبوية المطهرة، لأن تاريخ القرآن هو متزامن مع تاريخ السنة. من أراد أن يفهم القرآن فهما جيدا عليه أن يفهم السنة. إن شاء الله تعالى في حلقة مقبلة نتحدث عن السنة النبوية الشريفة المطهرة، ونرد ببساطة وبوضوح عن جميع التهم التي كالها بعض المثقفين أو أشبه المثقفين للسنة. يعني جرأة، أنا أتابع باهتمام ما يقوله بعض المثقفين عن السنة ونقدها، وأعجب كيف أن هؤلاء مثقفون عقلانيون ولا يفهمون، كلامهم كلهم متضارب، كلامهم لا حول،
تشعر بالعصبية أحيانا بالنرفزة، ولكن حتى تهدأ الأعصاب ستأتي أيام إن شاء الله نتحدث عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم المطهرة، ونأتي بكل شبهة ذكرها الخصوم ونجيب عليها بكل وضوح وبكل أريحية، وسيتبين عظمة كتاب صحيح البخاري وصحيح الإمام مسلم والكتب الستة، سنرى قوتها ونرى كيف حفظها الله تعالى بحفظ القرآن. فربنا وعد بحفظ القرآن، إن نحن زلنا الذكر وإن له لحافظون، والسنة محفوظة بحفظ القرآن الكريم متلازمان، لا يمكن السنة محفوظة بحفظ القرآن. فربنا قال هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. فسيدنا النبي كان أمي، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، ولكن علمه ذو مرة، علمه صاحب القوة جبريل عليه السلام الذي كان عنده علم رباني يأتي من السماء هو الواسطة. وهكذا ربنا عز وجل يسر للأمة الإسلامية أنها تحفظ القرآن في خمس آيات خمس آيات خمس آيات وتفهمه حتى تتم. ثم نلاحظ حكمة أخرى أيها الأحباب الكرام، لماذا نزل القرآن الكريم هكذا منجم مقسم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نزل ليسير الحوادث ويتدرج في التشريع. فالتشريع هو لابد أن يكون هناك تدرج حتى في الدعوة، الناس اللي يدعو إلى الله تعالى، رجال التبليغ والدعوة إلى الله، إذا أراد أن يدعو قوم من الأقوام دائما نحرص ونراعي نزول القرآن. أول ما نبدأ به الناس نبدأ نعرفهم بالله. من أراد أن يدعو إلى الإسلام أولا عرف الناس بالله، طريق سهل. الفطرة هي تستأنس لمعرفة خالقها وبارئها. المشركون قالوا يا محمد إنك تعرف آلهتنا، خبرنا من هو ربك، خبرنا من هو ربك، وشددوا عليه. سيدنا النبي ذيك اللحظة جاء جبريل وأنزل عليه الوحي وقال ربنا عز وجل الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. كلام قوي، سمعوا هذا الكلام، ليس بشر، هذا كلام إله يتحدث. حتى إن المشركين لما نزلت سورة أو آية الكرسي كادوا يخرون سجدا. فهكذا الدين في الأول نبدأ بأن نعرف بالله، ثم بعد ذلك نعرف بأصول الإيمان، الملائكة والرسل والأنبياء والبعث والنشور واليوم الآخر والمصير بعد الموت. ثم بعد ذلك ننتقل إلى محاسن الأخلاق، لأن إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. ثم بعد ذلك نأتي إلى قواعد الحلال والحرام. حتى الصحابة رضي الله عنهم لما أسلموا واطمأنوا للإيمان وقعت نزاعات في الحياة العادية، بعض الأزواج مثلا نزاع العلاقات الزوجية كثير في القرآن الكريم مليء جدا. تدوين أو تعديل المدونة ديال الأسرة تقتضي منا أن نفقه قانون النساء والأزواج في القرآن. مثلا لما أحد الصحابة اللي هو تنازع مع زوجته وقال أنت علي طالق، أنت طالق، أنت علي كظهر أمي، فجاءت تقول يا رسول الله انظر ماذا فعل بي زوجي بالليل والناس نيام تطرق الباب، يا محمد يا رسول الله انظر ماذا فعل بي زوجي، لقد أكل شبابي ونطرت له ما في بطني حتى إذا بلغ مني العجزة إذ ظهر مني قال أنت عليك ظهر أمي وطردني. قال يا خويلة أنا لست أدري ماذا أفعل، هذه خولة بنت ثعلبة، يا أخو لست أدري. الناس قال ارجعي ارجعي يا خويلة ارجعي، سيدنا النبي ما عنده جواب لسؤالك. قالت لن أبرح مكاني هذا حتى ينصفني محمد رسول الله وهو القاضي في هذه المسألة، يقضي بيني وبين زوجي ظلمني واعتدى علي. عنف اللي هو تعرضت له هذه المرأة، عنف لفظي وعنف جسدي وعنف المصير ديالها. فنزل قول الله تعالى، ديك اللحظة سيدنا النبي جات اللحظة، قالوا إن رسول الله يوحى إليه، يعني كيشوفوا بأن بصره يشخص هناك ويرتعش، يأتيه مثل صلصة الجرس أو أزيز النحل أو المرجل
بحال المقراش ملي كيطيب كتسمع رسول الله جاء الوحي وينزل الوحي قالوا الان قد اسري علي اسري ملي يسري عليه كان يتصفد عرقا كيمسو العرق ديالو وكيتهدن وكيبدا يقول لهم الوحي قال يا خويلة اين انت قالت ها انا دا يا رسول الله والناس حولها بالليل قال لقد انزل فيك وفي صاحبك قران سوره المجادله او المجادله في مطلعها بعد بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وصارت السورة تنزل هكذا فيها الأحكام ديال الكفارة من اللي بغى يكفر على هذا الإثم تحرير رقبة مؤمنة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام 60 مسكينة يعني التكافل الاجتماعي ربنا عز وجل دائما يحرص على التكافل الاجتماعي التشريع العقدي والتشريع للأسري مع التكافل الاجتماعي إطعام 60 مسكين نحيد الفقر عتق رقبة مؤمنة نحيد العبودية كالإسلام يخطط ليسير المجتمع مجتمع المثل ومجتمع الأخلاق ومجتمع الأمانة ومجتمع الرحمة فهكذا القرآن الكريم صار ينزل على قلب النبي صلى الله عليه وسلم لن أطيل عليكم أيها الأحباب الكرام الحكم والدلالات في نزول القرآن مقسم منجم وعلى هذه الفترة كثير جدا يكفي أن نختم بفكرة أساسية وهي لو كان القرآن من صناعة محمد مثلا نقول ما يقوله أصحاب الشبهات وظل هذا الرجل أمي وظل لطينة 23 سنة يكتب القرآن خمس آيات خمس آيات خمس آيات وبعد 23 سنة وبعد وفاته سيجمع في عهد أبي بكر الصديق ولما يجمع تصوروا معي كي غيكون هذا القرآن الذي كتب خذ أي مثقف الآن ربما الأدباء والشعراء والكتاب اللي كيكتبوا مقالات أو كيكتبوا أشعار سنوات طويلة اجمع الحصيلة ديالك 23 سنة الفيض الفكري ديالك هل يمكن أن يكون منسجما هذا الكلام هل يمكن أن يكون متكاملا أبدا أتلقى بأن واحد الفترة كنت ضعيف في اللغة مرة ثانية تحسنت في النحو أخرى تحسنت في الصياغة البلاغية مرة في التصوير الفني مرة في أسلوب التحدي مرة تكلمت وأتلقى بأن الكلام ديالك لا يتشابه مع بعضه البعض لكن القرآن العظيم منسجم منذ أول الآيات إلى آخرها ومتناغم رغم أنه تناول كل شيء راه ماشي كتاب أدب راه كتاب فكر وكتاب علم في كل شيء في الفيزياء والكيمياء والرياضيات وفيه الإعلاميات وفي كل شيء القرآن الكريم كل شيء الإعلاميات أيضا كتاب مرقوم يشهده المقربون كتاب مرقوم رقمي نيميريك كلام مذهل القرآن الكريم مذهل سبحان الله تعالى ولما تقرأه يكون منسجما متكاملا منذ البدء تسمع ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب في هدى للمتقين كل الكتب أي كاتب كتب كتاب يقول لك في المقدمة لعل كتابي هذا وقع فيه بعض الأخطاء أو بعض الهنات أو بعض الزلات لعلني أتداركها في المستقبل حتى كتب الدكتوراه أنا مرة مكثت أكثر من شهر في المكتبة الوطنية بالرباط بالمغرب في خاصة بالدكتوراه منذ استقلال المغرب إلى يومنا هذا تقريبا أردت أن أعرف الكتب في مجال الفكر والثقافة للدكتوراه ما حصلت على أطروحة الدكتوراه وأردت أن أقرأها في المقدمة أجد دائما صاحبها يقول دائما يقول ولعل بحثي هذا فيه بعض الأخطاء وفيه بعض الهنات قد أتداركها في المستقبل لما أسمع توجيهات اللجنة العلمية أو أفعل كذا كل الكتب وكتلقى الكتب متفاوتة هذا بشر هذا عقول كثيرة سيدنا محمد كان أمي لا يقرأ ولا يكتب منذ البدء قال ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين ما في شك ما في نقص ما في خلل هكذا كان القرآن العظيم لهذا قال ربنا عز وجل كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير سيدنا محمد أمي ولكن الذي أنزله حكيم خبير خبرة وحكمة ثم قال ربنا عز وجل ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا
هكذا أيها الأحباب الكرام، ربنا أنزل القرآن الكريم على قلب النبي الأمين في مثل هذه الأيام من رمضان، في العشر شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وفي العشر الأواخر ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر، بدأ بسورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، الدعوة إلى القراءة، وانتهى بآخر سورة في الأحكام: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، نزلت في عرفة وفق يوم جمعة. ثم آخر آية نزلت وأغلق بها الستار، وهي قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الرجعة، نعود إلى ربنا عز وجل. لما يموت الإنسان يقال له: يا أيها النفس المطمئنة ارجعي، ارجعي إلى ربك راضية مرضية. فهذا القرآن كما وصفه ربنا عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، جاء فيه الهدايات للطريق القويم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. اللي يبغى الفوز، اللي يبغى النجاح، اللي يبغى السعادة، اللي يبغى الغنى، اللي يبغى الهنا، عليه بالقرآن. من أراد الدنيا فعليه بالقرآن، ومن أراد الآخرة فعليه بالقرآن، ومن أراهدهما معا الدنيا والآخرة ما عليه إلا بالقرآن. أما من استسر القرآن، أما من تجرأ على كتاب الله تعالى، أما من أعرض عنه فما مصيره؟ ربنا عز وجل قال: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، يكون فيلسوف، يكون مفكر، يكون أستاذ جامعي، يكون حاصل على مجموعة دكتوراه، وإذا لم يكن يحترم القرآن ويعظم القرآن في نفسه، والله معيشة ضنكا. أنا أعرف أناس هكذا أعيشهم، ناس في مستويات رفيعة جدا من الثقافة والفكر، من اشتعر شعره شيبا بالفكر والثقافة، ولكنه معرض عن القرآن، حياته ضنكا. وعكسه، كل قراءته وحياته بسيطة ولكن متشبت في القرآن، والله حياته نور. لما تدخل إلى بيته تجد الأنوار في البيت، والآخر والله ظلام على ظلام. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ديما مضارب مع راسه، عنده أزمة نفسية، مخاصم مع الأولاد، ديما لا يثق في الزمان، عنده صراع سياسي مع الخصوم، دائما يسلط الله القوم الظالمين على القوم الفاسقين، ديما صراع. له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. الناس يوم القيامة يكونوا مبصرين، فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، لكن هؤلاء ذلك نحشر يوم القيامة أعمى. قال: ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها فكذلك اليوم تنسى. نسأل الله السلام والعافية. أيها الأحبة الكرام، نتواصل في هذه العشر الأواخر من رمضان المتبقية في ليلة القدر، نجتهد في العبادة، نجتهد في الطاعة، نجتهد في قيام الليل، نجتهد في البذل والإحسان، نجتهد في صلة الرحم، ونجتهد دوما في الابتهال إلى الله تعالى. يا رب تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا صلاتنا، وتقبل منا صدقاتنا، وتقبل منا كل أعمالنا، واختم لنا يا ربنا بالحسنى. يا رب اجعلنا ندرك ليلة القدر، اللهم اجعلنا ندرك ليلة القدر، اللهم اجعل لنا فيها أوفر النصيب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأحبابنا وأقاربنا من النار، واعتق رقاب جميع المسلمين والمسلمين من النيران، واكتبنا يا رب من أهل الجنان بجوار نبيك وصفيك وحبيبك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا شفاعته يوم الدين، واسقنا شربة ماء من حوضه الكريم، واجعلنا من جلسائه ومن أصحابه في الآخرة، إنك سميع قريب مجيب. قولوا معنا جميعا: آمين 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 يا رب يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبابنا الكرام، سعداء بهذا اللقاء المتجدد، يسعدنا أن نستقبل مكالماتكم، ونبدأ أول مكالمة من مكناس معنا الله فريدة. السلام عليكم دكتور كريبان. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. والله العظيم إلا كنفتخر بيك وبكلامك وبهذا الشيء اللي كتقول كامل، وكنشكرك بزاف، وكنطلبوا من الله سبحانه وتعالى وهذا الشهر المبارك يحفظك ويسترك فيما مشيتي. الله يحفظك الشريفة.
بارك الله فيك لالا، الله يطول عمرك. انا قريبا منك، ناس مكفوفه وعندي جوج وليدات والزوج هاجرني. راه كنت هضرت معاك استاذ اياه، قلت عليك بغيت نعرف اياه إيه لالا، اش من ذنب عنده ما كيسول في ولاده، ما كيصل بهم رحيم، ما حتى شي حاجه. انا دعيت ودرت عليه النفقه ودخل الحبس وتحكمت عليه 4 مليون، ورغم ذلك ما كيسول فيهم ما حتى حاجه. وليت عاوتاني دعيتو ودابا قالوا لي خصك تبلغيه، خصك تبلغيه. وانا فين غنلقاه؟ ما عنديش فين نلقاه ولا نولي نبلغو عاوتاني. وتقهرت قريبا، والله الا تقهرت ديك طلع للمحكمه والهبوط انا ووليداتي، تقهرت. لا اله الا الله، الا الله سبحانه وتعالى. اقسم ولك بالله من كنمشي لديك المحكمه الا كان بكي الدموع، الدموع. لا حول ولا قوه الا بالله، عذبني هذا الزوج. انا كنتمنى غير يصيل غير ولاد، وغير الولاد ديالو يصيلهم، ما كيسول فيهم حتى شي حاجه. اقسم ولك بالله والله يشهدوا عليا، ما شاء الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لالا فريدة، شنو اللي غيركم؟ في الأول تلاقيتي أنت وهذا الزوج، كنتي فرحانة به وكان فرحان بك، هو اختارك عن بقية بنات حواء وأنت قبلتي به رغم العروض اللي جات قبل منه، وكنتوا عايشين حياة سعيدة وعطاكم الله وليدات. وشنو اللي تغير في الحياة ديالكم حتى وصلتوا النزاع والخلاف والباب المسدود؟ والله العظيم والله يشهدوا عليا، كنت غادة معاه نيشان وكنت حطيت معاه النية ديالي أكثر. أيه؟ ولكن من بعد هو كان خدام في داكشي ديال المقهى، صافي من تما تعرف على هاد الزوجة هادي، صافي تبدل على ولادو، مبقاش كيسول فيهم، بدل تبدل على ولادو بزاف، مبقى كيسول فيهم متى شي حاجة. كيقولك هو هاد الزوجة هي السبب ديالو، هي اللي كبدلاتو على ولادو. والله أعلم، الله اللي كيعلم، أنا ما علماش. لا حول ولا قوة إلا بالله، أقسم لك بالله إلا تقهرت هاد المحكمة هادي، قهرت بالطلوع والهبوط، ما عطاوني تا شي حق، تا شي حق ما عطاوه ليش. لا اله الا الله، عاوتاني خصك تعاودي تبلغيه، وانا ما عارفاش وين نلقاه. هو الزوجه ديالو قدام عليها كاريله، وانا لا حول ولا قوه الا بالله. لا حول ولا قوه الا بالله، لا اله الا الله، الله يفرج عليك. والعائله ديالو لاله فريده، والدي خوتو احبابو، ما تدخلوش، لان بيناتكم وليدات، هذوك الوليدات هما الاعمام ديالهم. واقفين اتجاه الولد ديالهم، واقفين اتجاه الولد ديالهم. لا حول ولا قوه الا بالله، اتجاه الولد ديالهم. لا إله إلا الله، الله يفرج عليك لالا فريدة. لا حول ولا قوة إلا بالله، الله يفرج عليك. ونطلب الله في هذا رمضان وهذه الليالي ديال العشر يكتب لك الله مكاتب الخير. ولا حول ولا قوة إلا بالله. كنشكرك لالا فريدة، تواصلتي معنا وحكيتي لنا المشكل ديالك. هو مشكل للأسف عند الكثير والكثير من العائلات، هذا المشكل ديال النزاعات الزوجية. ربما ذكرناه مرارا، المشكل راه ليس في المدونة، راه واخا غتخرج المدونة الجديدة وغتكون قمة في الحداثة وفي التقدمية، وغتكون فيها قوانين كتشبه القوانين ديال سويسرا والقوانين ديال ألمانيا والقوانين ديال الدول المتقدمة، راه المشكل لن يحل، لأن المشكل ماشي في المدونة، راه المشكل هو في القلوب وفي القيم وفي الأخلاق وفي السلوكات وفي المعاملات، هذا هو في الإنسان. يعني احنا ممكن أننا لا نصل إلى الطلاق إلى قدرنا أننا نؤهل الأزواج والزوجات منذ البداية. منذ البداية كيكون التأهيل للأزواج والزوجات، وكتكون المسألة ديال التأهيل راه ماشي ديال الكوتشين، القضية ديال كيف أتعامل مع زوجي، كيف أكسب قلبه، كيف أكون أبدو وسيما تجاه زوجتي، هذا كله كلام جميل روايات، لكن كيفاش نصبره اللي دخل العلاقة الزوجية؟ كيفاش يصبر إلى قدر الله تعالى المرأة بنت عليها بعض العيوب؟ الرجل خصو يصبر، وإلى قدر الله تعالى الراجل بنت عليه بعض العيوب خصو يصبر. علاش؟ لأن الحياة الدنيا ربي عز وجل خلقها وفطرها على النقصان، الدنيا مبنية على النقصان. علاش؟ لأن الدنيا هي دار بلاء، الدنيا هي دار امتحان. البعض يقول لي لا، خصو يكون كل شيء 100% ممتاز، تكون الحياة كلها طيبة، تكون المسائل كلها بالمسطرة، قواعد منظمة، راه لا يمكن. راه الحياة الدنيا خصنا نعرفوها، لماذا خلقنا الله تعالى ولماذا نعيش وما المطلوب منا. هو أنك دخلتي دار الامتحان، دخلتي دار الابتلاء. حتى العلاقة الزوجية رغم أنها فيها مودة ورحمة كما قال ربي عز وجل، ولكن ربي قال لك راه كاين فيها الكراهة، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ربي سبحانه وتعالى دال لنا وسط الحياة واحد مجموعة من المطبات ليختبر إيماننا وصدقنا ومقدار صبرنا.
دابا هذا السيد ربما كان عايش مع امراته ولا فريده في مكناس، اعطاهم الله وليدات اكيد. الى سولناهم الان ودرنا معهم واحد الجلسه، هذه الان كاينه في واحد التجربه فريده كتكون في الدول الغربيه بحال بريطانيا وغيرها، ملي كيكونوا جوج الازواج بغاو يطلقوا يتم احالتهم على خبير نفسي. الخبير النفسي كيدير معهم جلسات. حنا عندنا في الشريعه الاسلاميه فبحثوا حكما من اهله وحكما من اهلها، والحكم خصو يكون انسان لبيق ويكون لبيب كيعرف يتحاور، ما يكونش هو غضوب، ما يكونش هو فزعي، هو دغيا كيقلب الميدا، هذا غادي يفشل لهم المشروع. في الدول الغربيه كيختاروا واحد القاضي يحيل الملف عند طبيب نفسي، خبير نفسي، كيسولهم اول سؤال يعني كيف بداتم هذه العلاقه الزوجيه؟ هادو مطلقين دابا بغاو يطلقوا، راه واحد ما كيحمل الاخر، كيقول لهم كيف بدات الحياه الزوجيه، يجلسهم قدامه، احكيوا لي بالتفصيل الممل، ها انا ذا كل اذان صاغيه، احكيوا لي عن اول لقاء بينكم، واتوني بالصور الفوتوغرافيه اللي خباتوها في الاول حياتكم، اول لقاء، اول خطوبه، اول اجتماع عائلي، كيف تم الزفاف، العرس، كيفاش كان العرس، شكون اللي حضر، اش جبتي لها في العرس، اش عطتها في الصداق، كيفاش كان اول فرحه ديال المولود الاول، كذا السبوع العقيقه، وعاودوا لي بالتفصيل الممل، وانا كلي وكيبقى يسمع. اشنو هي الطريقه هذه؟ هذه الطريقه كتسمى حفريات في الذاكره. حنا كل واحد منا عنده ذاكره قويه، كنقوموا بحفريات كنجبدوا منها اجمل الصفات واجمل الاحداث واجمل الذكريات. ملي كنقوموا بهذا العمل ديال الحفريات في الذاكره اش كيوقع؟ كيطلع عندنا واحد الهرمون اسمه هرمون السعاده. عندنا كاملين واحد الهرمون مخبي، راه السعاده لا تاتي من الخارج، راه تنبع من الداخل، راه داخلنا عندنا بركان ديال السعاده، خصك انت غتفتح ليه الباب باش يخرج ذاك الهرمون. بهالطريقه كنفتحوا ليه الباب وكيبداو يتفكروا الازواج الايام الجميله، الايام الحلوه، الايام الطيبه. وهذا معنى قول الله تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا تنسوا، ما تنساش الذكريات الجميله، دائما الاحداث الطيبه نصوروها ونوثقوها ونحتفظوا بها وننظر اليها مره مره، كيطلع عندنا هرمون السعاده. لكن ابليس كيوريك هو غير الساعه الناقصه، كيقول لك ابليس واش عقلتي النهار الاول تلاقيتي معاه دار واحد الوجست، راه من تما بان بانه ما مزيانش، من النهار الاول بان بانه بخيل، ان عطاه قليل، من النهار الاول بان هذا السيد ما فيش الحوار، ومن النهار الاول بان لك بان عينه زيغه، نهار خرجتي معاه لواحد السوق باش تشريو شتي عينه ما زاكياش، من النهار الاول عائلته راهم نبته مره، من النهار الاول وراه هو كيدير لك ابليس. هذا هو الخطاب ديالو، كيوريك الأسوأ الأسوأ. ربي عز وجل قال لنا تعلموا الصبر، تعلموا التسامح، تعلموا التجاوز، تعلموا التجاوز. ولماذا كل هذا؟ لأن الدنيا دار ابتلاء ودار اختبار، وغدا سوف نودع، ملي غنودعوا جميعا غنشوفوا الاختبار ديالنا، واش ملي عطاك الله واحد الشدة في الحياة هل صبرت واحتسبت؟ واش ملي عطاك الله تعالى واحد الغلبة واش انت يا بقيتي متساهل، أم كل شيء باغي تحارب وكل شيء باغي السيوف وكل شيء باغي يقلب الموائد؟ ما غنوصلوا لوالو، مجتمع دمار وخرب. حنا راه مجتمع إسلامي، مجتمع مسلم، مجتمع مؤمن، وحنا المغاربة عندنا تقاليد وعادات جميلة ورثناها من الآباء والأجداد والأمهات، ديال الصبر وديال الاحتساب وديال نبداو صفحة جديدة، وعافى الله عما سلف، وما نبقاش نحكر على الإنسان درتي ما درتي. الراجل يتجاوز عن المرأة وعن أخطائها، والمرأة تجاوز عن الرجل وعن أخطائه، والعائلات إلى تدخلوا يدخلوا بكلمة طيبة، ومرة مرة نخلقوا المفاجأة ونديروا التجمع العائلي ونديروا الموائد الطعام والشراب باش تقتل الفرحة. الطعام والشراب اللذيذ كيعطي الفرحة والسرور والبهجة والحبور. ولا حول ولا قوة إلا بالله فريدة، احنا قلوبنا معك. أنا عن نفسي هاد القانون اللي وضعته الحكومة أو الناس اللي وضعوه في المدونة ديال السجن ديال الرجل، والله هذا وجهة نظر أنا غير متفق معه. يعني فيما كنلقى بأن القانون كيحكم على الرجل أنه يدخل الحبس، يعني كتحكم على العائلة بالدمار، ديك الرجعة ما بقاش موجودة. شحال من راجل كنبغي ندخل في الاصلاح كيقول لي المراه راه حكموا عليا بالسجن، كيقول لي والله الا رجعت والله واخا يوقع كذا وكذا. هذا القانون بعدا كنتمنى ان شاء الله الناس اللي في التشريع انه يعاودوا فيه النظر، نحيدوا القضيه ديال السجن نبدلوها بشي عقوبه اخرى بطريقه رادعه، لكن ليس السجن. دابا هو دخل السجن هو ضاع،
بقى واحد 3 شهور ولا اقل ولا اكثر في السجن، ضاع والعائله ديالو ضاعت، ما استفدت منه والو. وملي كيسالي المديريه السجنيه كيبغيو يتلاقاو، مع عمرهم ما غيتلاقاو. غادي يقول للرجل لولادو شوف امكم دخلتني للحبس، والام غتقول لهم باكم هجرنا وتركنا منك هاد القوانين. يا احبابنا الكرام، الناس ديال القضاء والناس اللي في المستوى الرفيع، يعني نخلوها اجتماعيه تربويه اخلاقيه. هذاك الردع يكون بالكلمه الطيبه بالاحسان. راه الانسان راه شحال من الاصلاح درناه، راه غير بالكلمه الطيبه كيكون باب مغلوق. كلمه طيبه الانسان كتجبد منه من حفريات في الذاكره اجمل ما فيه وكيوقع الصلح. اما القوانين الرادعه ديال الحقوق والواجبات راه ما خداماش. راه حنا في الاسره راه ماشي في نقابه، ملي كنكونوا في النقابه راه كنضربوا مع الارباب العمال وكنقول حقوقي دم في عروقي لن انسفا ولو اعدموني، ونرفع صوتي واللافته. هذه النقابه تقتضي حتى هي النقابه خصها واحد النوع من التعديل. ولكن الاسره راه اسره، هاد الأسرة هذه خصها المحبة والمودة والتفاهم والصبر والاحتساب. وانتظر شوية ما تزربش، خلي الأمور الزمن راه كيبدل فيه الله تعالى. ولا ننسوا الدعاء كما قال ربي، ولا تنسوا الفضل بينكم، ولا ننسوا الدعاء لالا فريدة. أسأل الله الكريم المتعال في هاد العشر الأواخر من رمضان، الله يكتب لكم مكاتب الخير، اللهم تعالى يعاونك على الزمن. أنا دابا محاس بك لالا فريدة، المرأة المطلقة راها معذبة فوق الأرض، وملي كتكون ضعيفة ما عندهاش مدخول راه كتعيش الذل والهوان، وملي كتكون مبتلات فاقدة للبصر مكفوفة راه غتغلب مرتين، وملي عندها وليدات صغار وغادي يوصلوا لسن المراهقة وما عندها نفقة راها في شقاء شديد. أنا حاس بك لالا فريدة بأنك عندك واحد المعاناة شديدة. كنتمنى أنك تستافدي من صندوق التكافل الاجتماعي، كنتمنى تستافدي من صندوق الحماية الاجتماعية، كنتمنى أهل الإحسان ينظروا ليك وربي يسخرهم ليك ويسوقهم إليك سوقا حتى لعتبة الدار ديالك باش يتعاونوا معاك. وكنطلب ربي يفتح لك أبواب الرزق ويكتب لك مكاتب الخير. والسادة المستمعين ديروا معنا واحد الفتحة لهاد الأخت ديالنا، راه حنا ما نقدروا والقدر راه ما يقدر، وكل وتا واحد ما يقدر سوى القادر هو سبحانه وتعالى خالق السماوات والأرض الذي رفع السماء بغير عمد ترونها. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، هذه أختنا فريدة وتعلم حقيقة أمرها، والذي وقع قد وقع. نسألك اللهم فيما يستقبل من حياتها أن تكتب لها مكاتب الخير. اللهم امحو عنها الشقاء واكتب لها السعادة والهناء. اللهم ارزقها رزقا حسنا. اللهم أعنها على تربية أولادها. اللهم كن لها وليا ونصيرا. قولوا معنا جميعا آمين 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 يا ربي يا كريم. ونواصل أيها الأحبة الكرام، واللحظة نتحول إلى إقليم وجدة، معنا السي خالد. السلام عليكم عمي الحاج، قريبا كراك داير، لاباس عليك؟ مزيان هاني. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بالرجل الفاضل عمي الحاج. نهار مبروك هذا اللي تلقينا معك فيه. الله يصلح لك العباد والبلاد، الله يصلح لك الزوجة والوليدات وأخويا سامي تاو والمستمعين والمستمعات. وبشر مبروك عمي الحاج. بارك الله فيك السي خالد. جيتك اليوم بواحد الأسئلة شوية كثيرة، ولكن نطلب من الله التوفيق. أول سؤال من عند واحد الأخت حياة مولا يعقوب، سألتني وأنا ما عنديش تخصص في هذا الشيء. قالت لي مؤدين، واش مين كيجي مين يبغي يأذن؟ واش كيفطر عادي يأذن ولا حتى كيأذن عاد كيفطر؟ قلت له ودي ما عنديش فكرة، غادي نسولك عمي الحاج. قالت لي سولي عمي الحاج وغادي نعطيها الإجابة. والأخت كنزة من أزرو راه توفقت سورة البقرة، ودابا راه في آل عمران وتطلب منك الدعاء باش تحفظ القرآن بإذن الله الرحمن الرحيم. تاهي وصاتني يا رب يا كريم. السؤال نتاعي أنا قرآني محضر، وفقني الله فهذا سيدنا رمضان حفظ سورة الحديد الله كاملة. غير واحد الآيات اللي ما فهمتهمش، بغيت الشرح نتاعهم اللي هما عمي الحاج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتكم، والله لا يحب كل مختال فخور. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتولى فإن الله الغني الحميد. صدق الله العظيم. هذا هو السؤال جاي القرآني. وآخر حاجة غادي نقول لك شوية هي قاصحة، ولكن إن راجعون. الأخت ملك الرمضاني تاع وجدة عمي الحاج راك تعرفها بزاف، حتى هي كتعرفك. أسلمت الروح إلى بارئها في 5 رمضان. الله أكبر.
الله أكبر. إن لله إن لله وجعل لا إله إلا الله. أخت فاضلة وعزيزة لها البرنامج عزيزة لها أنت بزاف بزاف. لا إله إلا الله. أخذناها وبقى فينا الحال ولا إله إلا الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. ما نغضبوش الله إن الله. كانت واحد الأمانة في الأرض نتاع عودها ما عندنا ما شاء الله ما شاء الله. مين غادرتنا إلى دار البقاء ودفنت نهار الثلاث حزننا وبكينا ولكن ما عندنا ما نديرو إن لله وإنا إليه راجعون. كنت باش نقولها لك أنا عارف هذيك الأخت كتعرفها ولكن لا إله إلا الله إن لله وإنا إليه راجعون. لا إله إلا الله. فاضلة وعزيزة لها البرنامج بزاف بزاف ونقول لك تقدر الحلقة اليوم كاملين كتصمت لهم عن الحاج. الله يرحمها يا رب. لا إله إلا الله. الله يرحمها. إن لله وإن راجعون. اللهم أمين يا رب. ونسألك الدعاء إلي أنا باش نخدم يا رب. أنا القرآن راني غادي معاه راني نسولك عن الحاج من صورة محمد إلى قول أعوذ برب الناس شحال تكون من حزب سبعة ثمانية ما عرفتش. تقريبا تقريبا هكذا. تقريبا شي 10 الأحزاب تقريبا. القرآنية نعم. تعير أنا والأخت لطيفة من صورة محمد إلى يقول أعوذ برب الناس. رحنا الله يوفق الله يوفق. أو لخمس ساعات غدا نرجع ما بغيناش نمشيو للبقرة لأن البقرة تنهي كل حفاظ لا غتبدأ حنا كنبداو الحفظ بالناس إلى جزء عامة إلى جزء عامة وهنا كنبداو بالأسفل من الناس الفراق غاديين حتى الجزء عامة ملي كنوصلوا الجزء عامة ديك الساعة كيوعد النفس قرآني كنرجعوا من البقرة وانتم غاديين مع آل عمران والنساء كنطلعوا من الفوق عاوتاني هذه ان شاء الله دابا نتكلموا على أدب الحفظ ديال القرآن الكريم ان شاء الله بإذن الله بالتفصيل والدينا عمي الحاج وما نسالش بارك الله فيك والوالدين تاعي والمستمعين وجزاك الله عنا خيرا وهذه الأخت فريدة ما نساوش الدعاء المأثور اللي ديروا باش ربي يفرج عليها ديما تسجل تقول اللهم ربي بشرني بما يسرني وكف عني ما يضرني واكفني بحلالك عن حرامي هذا راه دعاء زوي وانت بارك الله غادي يجي معاه والله يسهل امرها والله يسهل على الجميع وهذا هو التدخل تاعي وجزاك الله عنا خيرا عمي الحاج تحياتي واحتراماتي شكرا لك شكرا شكرا لك السي خالد بارك الله فيك حفظك الله ورعاك الله وجوابا على هذه الاسئله الاخت حياه من مولاي يعقوب كتسول واش المؤذن خصو يفطر عادي يودن ولا يودن عادي يفطر هو الافطار هو مقرون بدخول الوقت أما الأذان فهو لإقامة الصلاة فالمؤذن إلى قدر الله تعالى تحقق من دخول الوقت وبقى يفطر يأكل واحد تمرة ولا يشرب واحد جرعة ماء هذا لا حرج عليه إذا تحقق من دخول الوقت لأن الصيام مرتبط بدخول الوقت حتى يتبقى الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ملي كتكون غروب الشمس تحقق دخل الوقت من أراد أن يفطر فليفعل والأذان هو مرتبط بالنداء إلى الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح لكن الأدب والسنة تقتضي أن الإنسان أنه لا يفطر حتى يؤذن المؤذن حتى يؤذن هو بنفسه عادي يفطر بل حتى المستمع من السنة والأدب إلى دخل الوقت لا يفطر غيتبع مع المؤذن باش ياخذ الأجر ديال الأذان إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر إذا قال أي كلمة قال المؤذن نقولها خلفه عاد ديك الساعة نصلوا على النبي الكريم ونقول اللهم رب هذه دعوة التماس القائمة إلى آخر الدعاء المأثور عاد نفطر وهذا هو السنة والهدى في ذلك أما الأخت كنزة من أزرو فهنيئا لها حفظت سورة البقرة ودابا الآن دخلت في آل عمران هنيئا لك راه اللي حفظ البقرة وآل عمران تبعتان يوم القيامة كغمامتين تضلانه في الحر الشديد معلوم أن يوم القيامة وإن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون حنا كنعيشوها 76 عام وكنتقهروا أما عند ربك يوما عنده كألف سنة وفي آية أخرى كخمسين ألف سنة هذه النظرية النسبية لأينشتاين معقدة لكن يفهمها العلماء الرياضيون النسبية فالإنسان ملي كيكون في يوم القيامة الشمس تدنو من الرقاب بمقدار شبر ويكون الحر شديد والناس يبحثون عن الظل واللي حافظ البقرة وآل عمران كتكون غمامتين تضلانه يوم القيامة بل هو كيتضلل ويقدر يطلب من الناس الآخرين أحبابه الأقارب أجوا عندي أجوا تفضلوا معايا أجوا يعني كينفع نفسه وكينفع غيره فكانوا الصحابة رضي الله عنهم يحرصون على الأقل أن يحفظوا البقرة وآل عمران
وسيدنا عمر لما حفظهم دار زردة كبيرة جمع الصحابة وعرض عليهم واحد الوليمة. قالوا لي بأيش من المناسبة هاد الوليمة؟ واش عندك شي زواج ولا عقيقة ولا شنو عندك؟ قالوا ليهم لقد حفظت البقرة وآل عمران، يعني بعد جهد جهيد، لأنه كان كبير في السن والحفظ في الكبار كيكون شاق ماشي بحال الصغار. فهنيئا لك لأختي أختي كنزة من أزرو، وهاد الأخوات راه كلهم مكفوفات، حياة مولاي يعقوب وكنزة من أزرو. وكذلك السي خالد الأسئلة اللي طرحتي، هنيئا لك حفظتي سورة الحديد. احنا أمة الحديد، أمة الحديد يعني الصناعة الحربية والصناعة الحضارية، من اللي قال ربي وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. أنزلنا الحديد لا ينتمي إلى الكوكب الأرضي، الحديد منزل من كوكب آخر، وهذا العلماء اهتدوا إليه ولقوا هذا إعجاز قرآني. ملي يقول لك رب العباد وأنزلنا الحديد، أنزلناه لا ينتمي للكوكب الأرضي، خصو حرارة مفرطة لا تقدر عليها الأرض. أنزلنا الحديد فيه بأس شديد، بأس شديد هذا كناية للصناعة الحربية، بمعنى أن الأمة الإسلامية كان عليها أن تتقوى حربيا وعسكريا حتى تستطيع أن تدافع عن نفسها وتحفظ بيضتها وترد كيد أعدائها. لكن الأمة الإسلامية للأسف لم تطبق هذا المبدأ، فيه بأس شديد ومنافع للناس، هذه كناية للصناعة الحضارية المدنية كالهندسة المتعلقة بالجرارات والسكك الحديدية وباقي الصناعات والاختراعات المرتبطة بالحديد مما ينتفع به الناس في البناء والتعمير والتنمية الاقتصادية والاجتماعية. وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. إن شاء الله بعد رمضان نحاول مرة نأخذ آيات قرآنية ونفسرها. الآية اللي ذكرتي السي خالد ما فهمتيهاش، هذه آية مهمة للغاية. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، إن ذلك على الله يسير، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم والله لا يحب كل مختل فخور. هذه بها رب العزة يؤصل لمبدأ القضاء والقدر، الإيمان بالقضاء والقدر. احنا كنؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، ولكن الإيمان القدر هو عنده ارتباط بالحياة الدنيا. اللي كيؤمن بالقضاء والقدر الدنيا عنده سهلة، الدنيا عنده كيعرف بأن كيفهمها كيستوعبها كيذوقها، عارف بأن يوم لك ويوم عليك. نهار كيجي عندك الخير كتكون فرحان وتشكر، ونهار كيجيك البلاء راه كتكون حزين وكتصبر وكتلتمس من المولى أن يرفع البلاء. بس ببساطة المؤمن هكذا، يوم له ويوم عليه، عارف الدنيا كتغير ما كتفاجأش ما كتصدمش، عارف بأن العبد معرض للبلاء وخصو لابد ينتظر ساعته كما ننتظر ساعة الكرم والجود والعطاء الإلهي، أيضا ننتظر بين الفينة والأخرى ويمسك الله ببلاء لينظر كيف تصنعون. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي أن كل ما في الوجود مكتوب، لأن أول ما خلق الله في الوجود قبل أن يخلق الله السماوات والأراضين والنجوم والكواكب وقبل أن يخلق الملائكة والجان والإنس، أول ما خلق الله في الوجود خلق القلم، قلم القدرة، فقال يا قلم أكتب، قال يا ربي وماذا أكتب؟ قال أكتب القدر وما هو كائن إلى الأبد، فكتبت أقدار العباد قبل خلقهم بخمسين ألف سنة كتبت كل أقدار العباد. السيناريو تكتب كل واحد منا، تكتب ليه غيكون ذكر ولا أنثى، غادي يكون أبيض أو أسود، غادي يكون غني أو فقير، غيكون سعيد أو شقي، وغادي يكون أش من زمن، واش غادي يكون في القرن الثاني أو القرن الرابع أو القرن ما قبل الميلاد أو القرن الأخير. اكتب لي الله الزمن، وكتب لي الله والديه، وكتب لي البلد اللي غيعيش فيه، وكتب لي الرزق دياله، كل شيء مكتوب. والزوجة واش غتعيش معها ولا غتطلق، وغتكون مكفوف ولا غتكون مبصر، غتكون كل شيء تكتب. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، لماذا؟ إن ذلك على الله يسير، الله علام الغيوب، هات هو الخالق المبدع، عارف ما كان وما سيكون وما لم يكن، لو كان كيف سيكون، سبحانه علام الغيوب. لاش الغاية؟ لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما أتاكم. المؤمنون من صفاتهم أنه كيفرح ولكن فرحة خفيفة، وكيحزن ولكن حزن خفيف. دابا المؤمن مثلا شي واحد احتنزع لي شي رزق كبير
الا ما كانش مؤمن غير حماق، غادي يقول انا كنت جالس تنزل عليا رزق كبير، غير حماق يقول هذا منين جاني وكيفاش. لكن المؤمن كيقول لك هذا من عند الله، كيفرح ولكن فرحه عارف بان الله كريم وجواد ومعطاء، كيفرح ولكن فرحه متواضعه معتدله. كذلك الحزن الغير المؤمن الا وقعت ليه شي مصيبه راه كينتحر، كاين اللي مشى ليه الرزق ديالو كله دار فايت كيحماق، كاين اللي مات ليه ولده كيكفر بالله. لكن المؤمن لا قدر الله تعالى وقعت ليه شي باليه كيحزن ولكن يقول هذا من عند الله، حزن على قد الحال. هذا صفه المؤمن، لكي لا تفرحوا بما اتاكم، لكي لا تاسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. لان اللي ما عندوش الايمان دغيا كيختال وكيفتخر، الا عطى الله شي منصب كبير او شي رزق كبير او شي حظوه كيفتخر وكيختال وكيتكبر على العباد، راه غدا ربي غيسلبو. كيف عطى كيسلب، كيقولوا نعوذ بالله من السلب بعد العطاء. ثم يقول والذي يبخل ويامر الناس بالبخل، يحذر من البخلاء، كيكون هو بخيل وكيمنع الناس من الصدقة. هذا شر الخلق، شر الخلق أن يكون هو ما فيش العطاء، ولا سولتي يقول لك ما تعطيوش للناس ما بقى خير، راه كل شيء بشر سيء، راه سد الباب وما تدوم حد وما تكلم، هو بخيل ويبخلون ويامرون الناس بالبخل. هذا سيء. الا كنت انت يا ما قدرش تعطي قل راه كاين احسن مني، راه كاين الناس اللي فيهم الايمان والناس اللي فيهم الجود والناس فيهم العطاء، والحياه بقى طيبه الى قيام الساعه، والخير لا زال في امه محمد صلى الله عليه وسلم الى ان يلقى الله تعالى. دي من خطاب التفاؤل، خطاب الامل، لذا هو الواقع. الا كنت انت مريض وعندك تجربه فاشله في الحياه، راه الاخرين عندهم فشله طيبه. الا تزوجتي وفشلتي في الزواج، ما تخش تجربتك الفاشله تعممها، هذه تجربتك. اما الاخرين خليهم يخوضوا التجربه لعلهم يكونوا احسن منك في النجاح. الا شي واحد ربما الدوله ما عطاتوش، هالدوله ما عطاتني والو، ما خدمت ما ردمت ما درت حتى حاجه، الا انت ما عطاتش الدوله راه كاين اخرين عطاتهم الدوله والكثير الكثير الكثير. فالقضيه نسبيه، دائما الانسان الا كان هو فشل ما يعممش الفشل على الآخرين، وإذا كان هو في واحد صفة سيئة ما يعممش على الآخرين. الذين يبخلون ويامرون الناس بالبخل. أخي السي خالد، الله يطول عمرك ويحفظ لك الوالدة والعائلة والأحباب. أختنا مليكة الرمضاني، اللهم تعالى وسع عليها الرحمات، اللهم تعالى يسكنها فسيح الجنات، اللهم تعالى يجعلها مع نساء النبي المصطفى في جنات النعيم. يا ربي وبوئها مقعد صدق عند ملك مقتدر، وألحقنا بها مؤمنين غير خزايا ولا مفتونين، وإن لله وإن إليه راجعون. نتحول الأحباب الكرام من وجدة إلى طنجة، معنا للا فدوى. السلام عليكم عمي قريبة، أنا فرحانة جد جدا، ما تصورش كيفاش الفرحة ديالي، مرتاحة بزاف. مرحبا مرحبا للا فدوى، اهلا بك وعليك السلام ورحمه الله وبركاته. للا فدوى، الا كان ممكن بنتي نقصي شويه من الراديو او بعد من حداه باش نسمع صوتك مزيان. مرحبا تفضلي. قسم الراديو انت. واخ عمي كريمان، انا مريضه بزاف حاليا، كنت صايمه مره الاولى يعني نهار الثاني يعني خرج عليا الحال، يعني كنت هذيك مريضه بزاف. أختي كان صوم هذاك موالين الدار، كي أنا عندي القواط وعندي الغدة كنشرب الدواء ديال الغدة وعندي سرطان. الأطباء ديالي اللي كنمشي عندهم يعني مشيت عندهم قبل رمضان بواحد 15 يوم واحد السمانة، ما رشدونيش ما قالوا لي صوم أو لا ما صومش. أنا استشرت مع الطب ديالي اليوم قال لي قرار أنت اللي كتشوف صحتك واش قادرة تصوم أو لا ما قادراش، يعني أنت اللي خصك تشوف. أنا صمت يعني حتى نهار الجمعة طحت كومة عمي كريبة، طحت في الغيب وداوني كومة. الله يا رب السلامة يا رب. وصلت لواحد المرحلة يعني مريضة بزاف، حد الآن كيشد لي الحريق، يعني كنعمل الدواء باش كانت كارما وصافي. لا حول ولا قوة إلا بالله. منك الدعاء عمي كريبة، وبغيت وهذا دابا من نهار دابا مرتاح كاع عمي كريبة يا بنتي. دابا من نهار السبت وانا واكله، يعني ما كنقدرش نصوم وما كان أيه؟ ما كناكلش في نفس الوقت، يعني كنشرب عين الماء واحد شويه يعني الديسير، كناكل غير شويه الديسير باش كنشرب عليه الدواء. ايها لاله. وبغيت دابا يعني ما عنديش باش نفدي، انا راه ما عنديش باش نفدي، والوالده ديالي توفت، يعني ما عندي ظروف صعيبه.
الله يحفظك لله. ما عنديش باش نفديو حاليا. دابا قال لي الطبيب تخرج لي الدواء والله الا 500 درهم ديال الدواء اللي شريت. يعني كانت جات واحد المبادره من عند خويا جواد، يعني هو اللي دار هذا القناه. الحمد لله المحسنين كيدخلوا يدعمونا شويه، الله يجازيهم بخير الله يعطيهم الخير. اللهم امين. هذيك 500 درهم كنت شاده زعما، كنت خبعتها على حساب التحاليل. قال لي الطبيب ديالي مورا العيد تدير التحاليل، وكنت خبعتها شريت بها الدواء. لا اله الا الله. دابا كان في 2017 غادي يقول لك هذه الاسئله هذه. يعني 2017 كنت دارت العمليه على سرطان، كان عندي سرطان في الكرشي. كنت حيت الوالده كنت كليت رمضان ديال 2017 كامل، ومني فات عليا الحريق وهذه. المهم كنت مزيانه، كنت قسمت نهاريه نهار الله، كنت كنصوم نهاريه نهار الله. دابا هذا المرض هذا اللي عندي مني ماتت الوالده، يعني زاد انتشر لي، ما قداش لا نصوم لا والو. الله اكبر. لا اله الا الله. ما عنديش باش نفدي. وحاليا الطبيب قال لي غادي دير العمليه. حاليا جاوني بواسر عمي قريبا، يعني الله ما اكبر. قال لي الطبيب غادي دير عليهم العمليه، الطبيب اخر ماشي الطبيب ديالي. واليوم استشرت مع الطبيب ديالي، قال لي لا، وقال لي واياك دير العمليه. قال لي حتى تجي عندي غادي نعطيك سكانير ونشوفوا شنو الحل ديالهم. يعني ما يمكنش يدير عليهم العمليه وانت كتبعي عندي. الاطباء الاخرين ما عرفوش المرض ديالك. لا اله الا الله. حيت دابا انا مطيحه شابره الفراش في الدار، يعني ماشي في الطبيب. قال لي تكوني مزيانه واجي عندي نعطيك هذه ديك السكانير، ديري سكانير. قلت له دابا ما قداش تيفوت رمضان ونجي عندك. دابا كنطلب من المحسنين كان شي حد باغي يدير الخير الله يجازيه بخير الله يعطيه الخير. يا رب. عندك تسجيل مع السي جواد في القناه ديال الهلال المكفوفين؟ انا عاد حاليا درت اللايف المباشر حاليا في الهدف، ما بقيتش عقلاي في شعبان. درت القصه ديالي في اللايف المباشر. سميتيها فدوى من طنجه. فدوى من طنجه. غدير بحالك كيف كيديروا الاخوان، معاناه فدوى من طنجه، وتسجلي فيديو في 3 دقائق وتحكي فيه هذه الامور ديالك والبيانات. غادي نقول لك واحد الحاجه، يعني احنا المكفوفين بيوت اسرار، يعني احنا الاخوان ديالنا والوالدين، يعني انا ظروف خاصه بينا، يعني ما يمكنلكش تقول كل شيء. انا ظروف قاسيه بزاف، ولكن ما تقدرش تقول شي حاجه اللي ما يبغيوش. لا ما تقولش الاسرار، لا غتقول غير انا مريضه محتاجه الى مساعده طبيه. يعني مني انا راه كاين الاخوات بزاف ديال الاخوات كيعيشوا في الصمت، يعني ما كيقدروش يقولوا داك الشيء اللي عندهم. لا اله الا الله. ما قدروش عمي كرايبان حيت الجيران، يعني المجتمع ما كيرحمش المجتمع صعيب. يا بنتي معاك، انا معاك، صدقتي فدوى. على كل حال الله يشافيك فدوى. عمي كرايبان انا كنشكر اخت رشيده بزاف، كنشكر اخت رشيده هي الاستاذه ديالي، هي كتفوج عليا مسكينه، وهي اللي كتعاوني كتزيد تقويني بالدعوه ديالها. وهذه هي معايا اخت رشيده. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. لاله رشيده. السلام عليكم دكتور كريم. اهلا الشريفه. اهلا بك اختي. اهلا حياك الله. لاباس عليك، عاش مبروك. الله يبارك فيك بنتي، بارك الله فيكم، جزاك الله الف خير. كنطلب منك تدعي معنا عمي كريزه. يا ربي يا بنتي، يا ربي الله يعاونك. ان شاء الله. انا صراحه دوزت الامتحان في هاد ربع ايام هذه. انا اللي جيت الاولى هنايا في ميدق. تبارك الله اللهم بارك. والحمد لله، نتمنى الله يوفقني ان شاء الله، يوفق الجميع. كنتمنى اخت فدوى كنتمنى لها الشفاء ان شاء الله. ادعي معها وادعي معنا وادعيني مع الوالدين ديالي الله يرحمهم ان شاء الله، ينزع عليهم الرحمات. الله يوسع لهم الرحمات بنتي، الله يوسع لهم الرحمات، الله يسكن فسيح الجنات. هنيئا لك بحفظ القران. يا ربي تشافي وتعافي. ادعي معها خويا جواد، خويا امي كريبان. الله يشافي الاخ جواد، عنده البصر والسمع. البصر والسمع ضعيف. لا اله الا الله. الله يحفظك لاله فدوى، كنشكركم الشكر الجزيل. ولاله رشيده هنيئا لك بحفظك للقران، وانت الحمد لله في منطقه الفنيدق كتحفظ
تاخذي كلام الله عز وجل، هذا هو الصدقة على والديك. والديك غادي يكونوا في قبرهما فرحانين سعداء مرتاحين ما دامت ابنتهم تحفظ كلام الله تعالى وتبرع فيه وكتاخذ درجة العلا. هنيئا لك الماهر بالقرآن، هذا له أجر وثواب عظيم، ووالداه يكسان تاج الكرامة يوم القيامة. الله يحفظك يا لالة رشيدة. أما أخت فدوى الله يشافيك بنتي، الله يشافيك ويعافيك. بعد جوابا على السؤال الفقهي، الإنسان إذا كان مريض هو قبل رمضان كيسول الطبيب ديالو وكيستشر معاه قبل شهر برمضان، كيقول لنا عندي كذا واش نقدر نصوم أو ندير حمية غذائية أو كذا، والطبيب هو كيرشدك إذا عندك مرض خطير ويقدر يكون عنده مضاعفات يترتب عليها مضاعفات، كيقول لك الطبيب خذوا حذركم دير كذا وكذا وكذا. إذا الطبيب شاف بأن المرض بسيط لا يحتاج إلى مخاطرة، كيقول لك غير صوم وغير غير نظم وقتك وما تخاف والو. وكاين الطبيب كيقول لك أنت فقيه نفسك، أنت اللي غتعرف نفسك واش غتصوم أم لا. وهذا هذا هذا حكم اللي هو يا شامل، هو أن الإنسان ملي كيصوم النهار الاول النهار الثاني راه هو كيشعر، راه الجسم ديالك هو يتجاوب معك. الا كان الجسم ديالك قوي وقادر التحمل راه كيتجاوب معك، كتحس به شويه العياء لا باس وكتكمل الصيام. اما اذا كان الجسم ديالك كينشف من الماء او كيشعر بواحد العياء اللي هو شديد، راه كيعطيك بوله حمراء كيقول لك انذار 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 لا اتحمل الصيام. هادو ربي قال لنا سبحانه وتعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فربي عز وجل جعل من أصحاب الأعذار الشرعية كل من كان مريض مرض اللي هو لا يتحمل معه الصيام. ربي قال لي افطر افطر، هي المرض الذي يتحمل معه الصيام مرض خفيف. الناس كاع كيمرضوا، كتجي السخانة كتجيهم العياء، ضره الركبة ضره الدرصة ضره الشقيقة ضره العين، هذا كله مرض يتحمل، هذا كنصوموه عادي. أما المرض الصعيب عنده مرض الكلي، عنده سرطان، عنده القلب، عنده التونسيون طالع بلا قياس، عنده السكر صعد واحد المرتبة عليا، هذا مهدد. هذا إلى صام غتكون عنده مضاعفات سيئة على بقية أعضاء الجسد، وغادي يعرض الجسد إلى 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 المزيد من المرض. وهذا الجسد ماشي ديالنا، هو ملك لله، احنا مستأمنين عليه. الجسد ديالنا ملك لرب العباد، هو اللي صوره هو اللي خلقه، خلقكم وصوركم في الأرحام. وكل اللي عطاه الله السمع والبصر مزيان، كل اللي خذ الله السمع والبصر، كل اللي عطاه القوة، كل اللي عطاه الجمال، كل اللي عطاه الطول، كل اللي عطاه العرض، عطاه الله البياض، عطاه السواد، عطاه هو اللي خلقنا سبحانه وتعالى. شي مرة كان شي واحد كيعيف واحد المخلوق، هو يقول له سيدنا لقمان يا هذا أتعيب الصنعة أم تعيب الصانعة؟ نغى صنعة والله صانعنا. فالإنسان إذا شعر بأنه عنده واحد المرض شديد ويأثر فيه، هو في الشريعة الإسلامية تقول لي لابد أن تفطر باش تحافظ على الجسم ديالك. الحكم دياله واش عنده القضاء ولا الفدية؟ العلماء يقول لك دايما كنقلبوا هنا على القضاء، الفدية كنأخروها. لماذا؟ لأن إذا كان المرض هو يرجى برؤه، يعني غدوز واحد المرض كي ياخد 15 يوم شهر شهر ونص كيحيد مرض يرجى برؤه، هذا عليه القضاء، وهو أنه لما ينقضي رمضان يقضي الأيام التي أفطر فيها يعود يصومها. وكيقول العلماء والمرض الذي لا يرجى برؤه، هذا بين قوسين كيقول لك لا يرجى برؤه وما يدرك. احنا عندنا الطب يتطور باستمرار، الأمراض اللي كتبان لنا احنا مزمنة ومعضلة راه ممكن غدا يكتشفوا واحد الدواء اللي هو معالج لها. فكيقول لك هذا مرض لا يرجى برؤه بين قوسين، الا اذا كان فعلا شي مرض شديد جدا مع كبر السن كيكون صعيب باش ان الانسان انه يتعالج مره ثانيه. الله يشافينا ويرحم ضعفنا اجمعين. هنا كيكون عنده الفديه، عن كل يوم يطعم مسكينا، وهذه الفديه هي نصف صاع من قمح او شعير او ارز حسب النظام الغذائي. قدروها العلماء في المجلس العلمي قدروها بثمن، كانت واحد الوقت كدير 260 ريال 13 درهم، ولكن مع غلاء الاسعار وما جعلوها 20 درهما، 20 درهم عن كل يوم، او كتخرج وجبه غداء وجبه افطار كامله ولا 20 درهم. الا عنده القدره على اخراج الفديه فليفعل. الا كان الانسان مريض مرض شديد ما يقدرش يدير القضاء، ما يقدرش يعاود يصوم مره ثانيه ولا يستطيع ان يفدي لانه فقير، ما حكمه؟
قال العلماء والفقهاء أنه يستغفر المولى عز وجل، أنه يستغفر. الحالة ديالك اللي فدوى وانت الآن ضعيفة ومريضة وفقيرة، يعني ما عليك إلا أنك تتعبدين الله تعالى بالأذكار. نتعبد الله بالأذكار، وخير العبادة بالذكر، الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. وخير الذكر الاستغفار. نسى كيكون مريض أو كيكون سقيم وهو يفطر يتعبد الله بالاستغفار، كيقول اللهم ارحم ضعفنا، اللهم ارحم ضعفنا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. هذه الكفارة ديالك اختي فدوى، والله تعالى يشافيك ويعافيك. وأنا معك، أنا معك بأن ماشي كل شيء يقدر أنه يكتب واحد الفيديو في القناة ويقول لهم أنا يا عندي ظروف صعبة وعندي معاناة وعندي كذا. البيوت أسرار، وكين الناس اللي العائلة ديالهم ما كيخليهمش يبانوا في الـ في الـ في هذه المستويات، ربما كيقول كذا نوع من تسول أو نوع من طلب الإعانة، وإحنا عائلة كبيرة وإحنا عائلة كذا كين. ولكن مسكين اللي كيتخر، راه اللي شفتوه في الفيديو عرف بأنه مقهور قهرا شديدا، وحتى واحد منفعه المحيطين اللي ما منفعوش، وكان مضطر عنده حكم المضطر، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وإحنا كنتمنوا من الناس كلهم جميعا أنهم يتعاونون مع كل من كان مريض، كل من كان سقيم، كل من كان محتاج، نتعاونوا فيما بيننا، خصوصا هذا الشهر الفضيل شهر رمضان الأكرم. وكنتمنوا كذلك الجهود اللي قامت بها الدولة في هذه الحكومة ديال الحماية الاجتماعية أنها تزيد في الدعم، هو جيد ولكن يحتاج إلى المزيد. وما قامت به الوزارة المكلفة بالتضامن والأسرة جهود مشكورة كبيرة وشديدة، ولكن الميزانية المرصودة كتبقى دائما ضعيفة. كنتمنى وإن شاء الله الناس ديال البرلمان من اللي صوتوا على المالية العامة يكون واحد الجانب المخصص للحماية الاجتماعية، والناس ذوي الوضعية الصعبة كالمكفوفين وأصحاب الاحتياجات الخاصة، وكذلك النساء المطلقات اللي كيفرع عليهم الأزواج ديالهم للصندوق ديال التكفل العائلي والتحمل العائلي وغيرها من هذه القضايا اللي هي حساسة ديال الفقر، تكون الميزانية المرصودة لها تكون زائدة. يعني الحمد لله كنلقاو حنا بعض القطاعات كنلقاو فيها ميزانية ضخمة، قطاعات رياضية وقطاعات فنية وقطاعات أمنية كنلقاو تبارك الله ميزانية ضخمة، ولكن لا ينبغي أن نهمل هذا القطاع اللي هو أساسي وجوهري للجانب الاجتماعي. وحنا كنعرفوا بأن سيدنا الله ينصره جلالة الملك محمد السادس منذ أن اعتلى عرش أسلافه المنعمين أول خطاب بدأ به بدأ بالحياة الاجتماعية، بدأ بأنه غادي يعمل على الارتقاء بالحياة الاجتماعية، لأن هي اللب والجوهر ديال الدولة. كل ما كان المجتمع متماسك والفقراء كانوا شبعانين وكانوا كيشعروا بالحماية الصحية وكيشعروا بالحماية الاجتماعية، غادي يكون المجتمع كله يكون متكامل. طبعا كاين الجهود ديال الدولة اللي خصها تقوم بها وهذا واجب عليها، وكاين الواجب ديال المجتمع. المجتمع هم الأغنياء والأثرياء والأحبة والجيران، نتعاونوا بعضياتنا، نتعاونوا، هذا ضروري، هو واجب علينا. المجتمع هو إخواننا وأحبابنا المحيط ديالنا، وكذلك الأسرة القريبة والناس الأعيان، الشركات والمؤسسات. كل شركة أعطاها الله واحد النعيم كدير واحد الفرع ديال الأعمال الاجتماعية، أي مؤسسة كبيرة نجحت، بنكية ولا زراعية ولا اقتصادية ولا إعلامية، تدير واحد الفرع ديال الأعمال الاجتماعية لكذا، وتكون كتحاول تقدم المساعدة لهؤلاء الناس. هي الطرق كثيرة ومتعددة، وكاين الطريق العظيم أنا اللي كان أمن به خصوصا وكان أعمل به وكنوصي به الناس، ولقينا الحمد لله هو الباب المفتوح. الباب المفتوح الذي لا يغلق هو باب الله. ملي تشعر بأنك ضعيف، ملي تشعر بأنك فقير، ملي تشعر بأنك سقيم، ملي تشعر بأنك محتاج، هو أنك تستغني عن المخلوقات أجمعين، لا الدولة ولا المجتمع ولا الأغنياء ولا الأثرياء ولا المحسنين، توحد ما تلتجئ إليه، ولكن تلتجئ إلى الواحد الديان، إلى المولى سبحانه وتعالى. والناس نيام بالليل أتوضأ وأصلي ركعتين خاشعتين وأسجد بين يديه وأقول يا ربي إني مغلوب فانتصر، يا ربي إني محتاج فجد علي بجودك وكرمك وإحسانك، يا مولاي يا خالقي يا سيدي
ونبقى نبكي بين يديه الكريمتين. والله جربناها مرارا، يا ما مررنا بأزمات وشدائد قوية لا أحد يعرفها إلا الله تعالى، وطرقنا باب الرجاء والناس قد رقدوا، وسبحان الله العظيم، فما أصبح الصبح إلا وأتى الله بنصر وفرج كبير، فرج كبير كبير كبير. سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اللي بغى الغنى واللي بغى السعادة واللي بغى الصحة واللي بغى العافية واللي بغى العزة واللي بغى التجمع العائلي السعيد الهني واللي بغى الوليد الطيبين ناجحين زويونين واللي بغى الحياة الطيبة كلها، توجه إلى المولى عز وجل بالدعاء والذكر، وربي يعطيك وإذا أعطاك أدهشك. اللهم يا رب العالمين، يا مجيب الدعوات، يا قاضي الحاجات، تقبل منا صيامنا، وتقبل منا قيامنا، وتقبل منا تلاوتنا للقرآن، وتقبل منا العطاء والإحسان، وتقبل منا يا ربي يا كريم كل عمل قمنا به، اجعله خالصا لوجهك الكريم، لا سمعة ولا رياء. اللهم وتجاوز عنا خطايانا يا رب، إننا نستغفرك ونتوب إليك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. إن كنا أخطأنا في حقك فلم نخطئ تحديا، وإنما لضعف ألم بنا، فارحم ضعفنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إخواننا وأخواتنا المحتاجين والمحتاجات نسألك اللهم يا رب العالمين أن تكرمهم، اللهم أكرمهم أجمعين، اللهم افتح لهم باب الرزق والعطاء والكرم، اللهم اجمع شمل الأزواج والزوجات، اللهم احقن يا ربي يا كريم الدماء، اللهم يا ربي ألف بين القلوب، اللهم اصلح ذات البين، أنت رجاؤنا وحدك لا شريك لك، لا نرجو سواك، اغفر لنا وتب علينا وتقبل منا. يا رب نتوسل إليك بمقام سيدنا محمد عندك، حبيبك وشفيعنا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وقوت الأرواح وغذائها. اللهم صل على محمد بن عبد الله القائم بحق الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله، ما ضاق أمر إلا فرجه الله. اللهم ارحمنا وارحم أمواتنا أجمعين، اللهم ارحم أحياءنا وارحم أمواتنا، يا رب اهدي أحياءنا وارحم جميع أمواتنا واجعلهم في أعلى عليين في جنات النعيم. وإخواننا في فلسطين كلهم وليا ونصيرا، يا رب إخواننا في غزة كلهم وليا ونصيرا، يا رب إننا نستغفرك ونتوب إليك على ضعفنا وهواننا، يا رب أنت وليهم وأنت يا رب ناصرهم، اللهم أيدهم بجندك فإن جندك هم الغالبون. اللهم انصر الإسلام واهدي المسلمين ووفقنا لما تحبه وترضاه، واختم لنا بالحسنى بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، عليها نحيا وعليها نموت وعليها نلقى الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.